هنروح مشاهدينا نشوف مع حضراتكم تقرير عن الكاتب والأديب المصري فارس الرومانسية يوسف السباعي، ونرجع نكمل حلقتنا معاكم. أديب بدرجة وزير، فارس العسكرية والرومانسية، هو الأديب الراحل يوسف السباعي الذي حفر اسمه بعبقريته الأدبية في تاريخ الأدب المصري والعربي. ولد يوسف محمد عبد الوهاب السباعي في 10 يونيو عام 1917 بحي الدرب الأحمر بالقاهرة. بدأ يوسف السباعي حياته الأدبية في مدرسة شبرا الثانوية، وعلى الرغم من ميول يوسف الأدبية إلا أنه التحق بالكلية الحربية وتخرج منها في عام 1937. وفي منتصف الأربعينات استطاع السباعي أن يؤكد وجوده كقاصٍ، فقد نشر عدد من المجموعات القصصية وأعقبها بكتابة عدد من الروايات. قدم يوسف السباعي على مدار مسيرته الأدبية 22 مجموعة قصصية، وأصدر 16 رواية لأنه الرئيس المصري أنور السادات وزيراً للثقافة، وظل يشغل منصبه إلى أن أقتل في قبرص في 18 فبراير عام 1978. ولقب السباعي في فترة الستينات والسبعينيات بفارس الرومانسية نظراً لأعماله الأدبية العديدة التي غلب عليها الطابع الرومانسي، واختار كبار نجوم ونجمات الفن تجسيد قصصه في أفلام سينمائية، ومن أشهر هذه الأعمال فيلم إني راحلة وفيلم رد قلبي من بطولة شكري سرحان ومريم فخر الدين، فيلم بين الأطلال من بطولة عماد حمدي وفاتن حمامة، ومن إخراج عز الدين ذو الفقار. هكذا هو يوسف السباعي، مسيرة طويلة من العطاء الأدبي والثقافي خلدت اسمه وذكره.